نقول بقى كمان ننتقل لنقطة تانية، يعني ما نفصلهاش قوي عن المنتدى، بس الرئيس الحقيقة كمان زي ما تابعنا تفقد بعض الأعمال الإنشائية لطريق النفق شرم الشيخ، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية للطريق ده، طريق مهم جدا، طريق نفق شرم الشيخ بطول 342 كيلومتر باتجاهين، كل اتجاه بيحتوي على ثلاث حارات مرورية. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع لكم مرة تانية ونهاية الأسبوع.